مرة أخرى، مرة ثالثة ورابعة وعشرة، الإسماعيلي في وضع مؤسف ويحتاج من ينقذه. الإسماعيلي خسر النهاردة من حرس الحدود وتزيل جدول ترتيب الدوري الممتاز. وضع مؤسف بيعيش فيه الإسماعيلي، وضعه في المواسم الأخيرة مش الموسم ده بس. قرارات إدارية كارثية وهروب من المسؤولية ومبررات غير منطقية، واللي بيدفع الثمن دايما جماهير الإسماعيلي. جماهير مغلوبة على أمرها، لا إدارة سليمة ولا صفقات سليمة ولا استقرار على مستوى المدربين ولا أي شيء يذكر ممكن ينجح قلعة كبيرة زي قلعة الدراويش. الوضع بقى غامض أكتر بقرار استقالة مجلس الإدارة، وتسأل يا ترى هيرجع إمتى، أو هيرجع مجلس الإدارة إمتى في كلامه، ولو ما رجعوش يا ترى مين اللي هيجي؟ ربنا يكون في عون جماهير الإسماعيلي.